حياكم الله في نشرة إخبارية خاصة بالجزائر. وإلى العناوين: تسجيل 49 وفاة و660 حالة تسمم بالغاز منذ بداية العام الجاري، تخفيضات جمركية تصل إلى 80% لمستوردي السيارات الكهربائية، واللاعب قندوسي يواصل لعب الشان مع الجزائر. أفادت حصيلة للحماية المدنية عن تسجيل 49 وفاة وإنقاذ 660 حالة تسمم بالغاز منذ بداية الشهر الجاري جراء التسمم بغاز الأحادي أكسيد الكربون في حصيلة هي الأكبر من بين التي سجلتها المصالح ذاتها خلال شهر واحد. كشفت مصالح الدرك الوطني أن شكل لوحات ترقيم المركبات الجديدة المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن إلغاء ولاية تسجيل المركبة إلى لا أساس لها من الصحة، وأنها تفسير خاطئ لما ورد في الجريدة الرسمية في عددها الأخير. صرح المدير العام للجمارك الجزائرية المكلف بالتنظيم والإجراءات الجمركية عن تطبيق جباية تفضيلية لمستوردي السيارات الكهربائية لأقل من 3 سنوات تصل إلى 80% من مجموع الرسوم الجمركية. كشف وزير الصناعة أحمد زغدار أن صناعة حاويات السكك الحديدية محلياً توفر ما يقارب 100 مليون دولار سنوياً، كونها تستجيب للمعايير العالمية تلبية لقطاع النقل في مجال السكك الحديدية. قررت إدارة نادي الأهلي المصري في بيان لها عبر موقعها الرسمي ترك لاعبها الجديد أحمد قندوسي لاستكمال مباراته مع المنتخب المحلي الجزائري في بطولة الشان، تقديراً لنادي وفاق الصيف والجماهير أيضاً الجزائرية. وافقت الجزائر على استيراد لحوم الأبقار الطازجة من الأرجنتين بعد التفاهم حول التعديلات التقنية التي طلبتها الجزائر في آخر اجتماع عقد بين الطرفين شهر نوفمبر الماضي حسب ما نقلته وسائل إعلام أرجنتينية. بهذا الخبر تنتهي نشرتنا، وإلى اللقاء.